وفي السياق ذاته قال رئيس الدائرة التنظيمية للجنة الاعتصام السلمي بالمهرة حمزة خودم أن تصحيح مسار المجلس العام سيكون له دور كبير في تحقيق مطالب أبناء المحافظتين. وأضاف خودم في تصريح للمهرية أن أبناء المهرة سقطرى قادرون على طرد المحتل السعودي الإماراتي الذي تعمد السيطرة على جميع المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية. الاحتلال السعودي يتواجد في المهرة وانتهك سيادة إداراتها الحكومية وشرعيتها وسيادتها، وكذلك الاحتلال الإماراتي في سقطرى. فهذه مطالبنا السامية برحيل هذه القوات، ونقول بإذن الله سوف نكون الحجر الصماء أمام كل الانتهاكات التي حصلت في أراضينا، ونحقق أهدافنا بإذن الله بعد رحيل المحتل، هو تحقيق أقليم المهرة وسقطرى، وأيضا كل الحقوق والواجبات لمواطني محافظتي المهرة وسقطرى.